استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27. الوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ. ومن المقرر أن يناقش شكري ورئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ آخر تطورات قضية التغير المناخي والملفات ذات الاهتمام المشترك.